السلام عليكم. اليوم يب ثلاث عطور جدا جميلة، أعتقد نسائية يعني بالدرجة الأولى، يعني بس للنساء. أول عطر من ربلكة اسمه فلاور ماركت، هذا والثاني من جوفوي اسمه كارتيزمو، اوكي، والثالث من بيور ديستانس اسمه وايت. عطور جدا جميلة. العطر الاول من جوفوي هذا اهو. أنا للأمانة هذه أول مرة أشتري من هالماركة من جوفوي، فحبيت إني أخذ عطر يكون من مقتنياتي، واحد من هالعطور، على أساس حلو إنه يكون عند الواحد من كل شجرة ثمرة. هذا أهو، جدا جميل العطر كارتيزمو. وثاني عطر اللي هو من رابليكا فلاور ماركت هذا هو، فلاور ماركت اصدار اعتقد 2011 فيميل فريغرنس، مكتوب يعني من تحت مبين، بس حزات في بعض الشباب يحبون يجربون انواع من عطور النساء نسائية. وثالث عطر من بيور ديستنس وايت، العطر جدا جميل، العطر جدا حلو. انا حطيت ثلاث عطور كانت عندهم، اخترتهم الفترة اللي طافت، فكان اول عطر تقريبا من المجموعة اللي شمموني اياها هي وايت، وثاني عطر اللي هو اعتقد بارادايس، اعتقد ما ادري مو متأكدة. فالعطر الاول خلنا راويكم اياه شلون طريقة فتحه، هذا هو وايت، جدا جميل العطر، جدا جميل. وهو طبعا عطورهم 60 ملي و 200 ملي، هذا 60 ملي اعتقد كافي حق الواحد انه ياخذه على اساس يجربه. وايد حلو، وايد حلو هالعطر، حاطين معاه كتيب عن كل عطر وشنو مكوناته، حتى الكتيب يونس. سوري مقلوب التليفون، ما علي. هذا طبعا مؤسس هالماركة جان إيواد ووس، فاوندر بيور ديستنس، كرجل كبير والله. بس في هذه مجموعة العطور، هذه العطور هرشاتهم في 17 بعد ونص ملي، في 100 ملي سوري 100 ملي اللي هو ب 200 دينار، 60 ملي اللي خذيته هذا، و 100 ملي اللي هو هذا ب 200 دينار، فأنا خذيت هذا 60 ملي اللي ب 100 دينار، 100 وشي يعني 100 دينار. هذا يتكلمون عن كل عطر وشنو يوحي لهم من النساء، شكل الأنثى اللي تمتلك العطر. هذا رجالي طبعا،
هذا. هذا العطر romantic memories of vintage. هذا هذا العطر اعتقد في نوعين من العطر الاسود. بلاك اسمه. ثلاث عينات من العطور. هذا اللي قلت لكم روعة بعد. اللي هو اسمه هذا اسمه اللي تحت ولا اسمه وورزوا take you to the world of old. يأخذك لعالم الكبار. العطر عطورهم جدا مميزة جدا مميزة. ما شميت لها مثيل للأمانة. أتمنى تروحون وتشوفون هالعطور. متوفرة بجميع أعتقد متوفرة بهارفي نيكلز بلومينغ ديلز. متوفرة بعد ب برفيوم اكسبيشن. Perfumery Day Exhibition. هذا موجود بهارودز وموجود ب 360. هذا يعني البوتيك الجديد اللي فتح لهم. القديم موجود بالأفنيوز قدام مطعم لامبورغيني سابقا. أوكي. أتمنى أنكم تستمتعون وتشمون هالعطور الجميلة. تاخذون فكرة عنها مو شرط تشترونها. للأمانة بيور ديستنس كل عطورهم حلوة. ضروري تجربونها عشان تشوفون شنو اختياركم بيطيح عليه. شكراً.